شو بتتمنى تصير لما تكبر؟ كلنا سألنا هالسؤال ونحن صغار، وكان عنا رفاهية الأحلام وبراءة الطفولة لنقول بدي صير طبيب أو مهندس أو معلم. وكبرنا وصرنا كل ما نشوف طفل نسأله نفس السؤال، وبكل مرة منزور يتيم جديد لنجمع معلوماته منسأله عن حلمه لنعبي خانة الطموح بملفه، بس مع فارق كبير إن منحس بمسؤولية تجاه أحلام هالطفل وبراءته. حالياً قسم الأيتام بضم أكثر من 1600 يتيم، كل طفل منهم له كفيل يتبرع له شهرياً $50 كمصروف، ومنتواصل مع كفلائهم قبل كل عيد وكل شتوية وكل بداية للمدارس، ومنحاول نأمن أهم الأساسيات ليعيشوا حياة طبيعية. وبيوم اليتيم العالمي عنا حلم إنه نزيد عدد الأيتام اللي عم نساعدهم، ونذكركم إنه من بين أكثر من 1,000,000 يتيم بالخيم وبدول اللجوء وبأماكن غير ملائمة للسكن، أنت بتقدر تغير حياة طفل، تقدر تسمع حلمه وتمهد له الطريق ليحققه.